بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. ابن عثيمين، وما أدراك ما ابن عثيمين؟ حينما قلت في مرة ومرات وكرات إن ابن عثيمين هذا ليس من العلماء وليس من طلاب العلم، وله أخطاء فاحشة لا يقول بها مبتدئ، غضب مني بعض الناس. يكفيك أن تعلم أن سقفه في الأصول هو ورقات الجويني، ويقول إنها كافية للاجتهاد. ورقات الجويني يعني أنا خرجت بفضل الله تعالى آلاف المجتهدين بناء على هذا الأساس. فالقضية الآن أمام بعض الفتاوى التي نتجت عن هذا المجتهد العظيم، وإليكم الحكم بعد أن نستمع التسجيل. ولله الحمد، وأريد أن أذهب الآن إلى مسجد التنعيم كي أحرم من هناك ليؤدي عمرة عن والدي أو والدتي، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ حكم ذلك لا لا لا. كم هذه؟ ثلاث لاات. لماذا؟ اسمعوا، خير هدي هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عمه حمزة الذي استشهد في غزوة أحد، ويحب زوجته خديجة التي توفت في مكة، أليس كذلك؟ بل هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اعتمر عمرة القضاء وبقي ثلاثة أيام في مكة، هل ذهب يعتمر لعمه أو زوجه؟ عجيب يا جماعة، لا، مع تيسر لذلك له. من أين جاءتنا هذه العمر؟ الإنسان إذا اعتمر نفسه أول ما يأتي أول يوم رمضان وعنده 20 أخ مثلا، قال بعتمر كل واحد عمره، كل واحد يوم، كم يعتمر من مرة؟ 20 يوم، 20 يوم وهو يأدي عمرة، ومع ذلك ما عنده الشعر وين يروح؟ كل عمرة تبي حلقة والتقصير. هذا جهل من الناس، جهل من الناس. هم يريدون الخير لا شك، لا يريدون إحداث شيء في دين الله، لكنهم عن جهل. هاتوا لنا أن السلف الصالح رضي الله عنهم يكررون العمرة في سفر واحد، والله لو صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء الراشدين أو عن الصحابة لقلنا على العين والرأس. حدث هذا في عهد التابعين، وأنكره من أنكره من التابعين، حتى قال عالم مكة عطاء بن أبي رباح: ما أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم، لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون. أيؤجرون أم يؤزرون؟ استدلال بقول عطاء بن أبي رواح الآن. ونحن مأمورون بإيش؟ بالاتباع، لا بالتشهي. وكل من أراد قال بفعل أمي عن خالي عن أبي إلى آخر. لذلك أقول للأخ السائل: إذا أردت اتباع السنة فيما ينفع أباك، فعليك أن تسترشد بإرشاد أكمل الخلق نصحا. من هو؟ من يا جماعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. اسمع كلام الهادي البشير عليه الصلاة والسلام: إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب هذه يدعو له؟ لا، يخرج التنعيم يجيب له عمره. قول يا جماعة: لا، أو ولد صالح يدعو له. هل تظنون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي أمته لشيء وغيره أفضل منه؟ لا والله، الذي نشهد الله عليها أنه لا يفعل هذا. لو كان العمرة للأب أو للأب مشروعة في رمضان أو غيره لقال: أو ولد صالح هاجموا يا جماعة يعتمر عنه.
ما قال هذا عجل عن العمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لاحظ، طالب صغير مبتدئ يكتشف أن هذا الإنسان لا علاقة له بالفقه، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يفقه شيئا اسمه الفقه. هذا الذي يقول الوهابية اختلف العلماء فيها على قولين، الأول قال به أبو حنيفة والشافعي وابن باز، والثاني قال به مالك وأحمد بن عثيمين. لاحظ كيف يهزؤون بعقولكم، كله تهويشات خطابية لم يأتي بدليل واحد. عمدته في هذا النبي لم يعتبر عليه الصلاة والسلام عن خديجة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج عن خديجة، لم يحج عن خديجة عليه الصلاة والسلام، ولم يحج أصلا عن الغير وأقره. يقول أو ولد صالح يدعو لها، هل يعتمر عنه؟ لاحظ ظاهرية مع حماقة. في عندنا دليل اسمه القياس، بس قال ابن عثيمين أن القياس في العبادات ممتنع. أقول ابن عثيمين هذا تبع الورقات الجويني، هذا مبتدئ في الأصول، ليس طالب علم، هذا إنسان صغير جدا. القياس في التعبديات ممنوع، الأشياء التي هي غير معقولة المعنى القياس فيها ممنوع، أما القياس في العبادات كل واحد من الأئمة الأربعة فعل أشياء من هذا. وحتى شيخ إسلامكم الحصري والوحيد ابن تيمية استخدم القياس في هذا الباب، وقاس القراءة عن روح الميت، قاسها على الحج على الميت، لأنه عالم، وإن خالفناه وإن رددنا عليه ليس هذا مبتدئ مثل هذا، هذا يسقط في الابتدائي. ما أبدا والله العظيم ما أظن هذا فهم الورقات، لو فهمها لم يقول هذا الكلام. أجيبوا، قال هل قال له أول الصالح يعتمر عنه في رمضان؟ لاحظ لا، ولا ابن حزم ولا غير ابن حزم ولا داود قال بهذا. ثم الآن قال وهذا لم يقله الصحابة وإنما أحدث في عصر التابعين، وابن عطاء بن رباح رد، وباقي السلف الذين سكتوا عن هذا الأمر أو أجازوه. والنص القرآني يا أخي الذي يقول وأتم الحج والعمرة لله، أين الاستدلال به؟ وأتم الحج والعمرة لله، أليس هذا وجوب الإتمام؟ العمرة أليس من أفعال الخير؟ هذا عينة بارزة لشخص يقدسه الوهابية ويعظمونه ويرون الرد عليه من الكبائر. أين الكتاب والسنة الذي أتى بها؟ وكتاب سنة فهم السلف. التابعي قوله ليس بحجة، عطاء رضي الله عنه، التابعي قوله ليس الصحابي أصلا قوله ليس بحجة، يستدل بقول التابعي. من العلماء قال بقول التابعي؟ تابعي كغيره. الصحابي أكثر العلماء، بل من حقق المسألة كشيخنا الشيخ على الجمعة وألف كتابا في هذا، قال أستطيع أن أقول لك جزما قالها لي أنه ليس بحجة قطعا قول الصحابي. طبعا فيها عدد الزوايا والضيقة المعروفة، سبب النزول، ما له حكم المرفوع، الأشياء التي تخصص، يعني واضح الصحابي كلامه فيها وإن كان موقوفا له حكم المرفوع. أما الصحابي في الأحكام الدينية مجتهد، يخطئ ويصيب، لا آية ولا حديث. حديث وأخير الهدي هدي محمد، ما علاقته؟ هل هذا بهدي إبليس؟ اعتمار وفي رمضان، ورمضان من أوقات القرب لله سبحانه وتعالى. من أطرف الطرائف
حينما يرد علي بعض الوهابية الصغار يقول: يا أخي، مقطع كامل لك 10 دقائق لم تقل فيه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتادوا أن تساق الأدلة في غير موضعها، هكذا اعتادوا. فكل واحد من الشيوخ يأتي بها، خلاص جاء أتى بها تم الأمر. طب هذه خارج الموضوع، ما يعنيني، خلاص حديث آية. سذاجة وبساطة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. المشكلة في من يتبع هؤلاء الناس ويقول: علماء، حسبنا الله ونعم الوكيل.